سؤال الحلقة من فادي أشرف بيقول: هل في فرق في المكونات الداخلية بين اللابتوب والبي سي حتى لو نفس الإمكانيات؟ يعني لو لابتوب فيه كارت انفيديا 1050 تيتانيوم وبي سي في نفس الكارت، هيبقى في فرق في الأداء بين الاثنين؟ أكيد يعني في فرق بين الاثنين، ما بالفقاقة كده، أكيد ده لابتوب قد كده وده بي سي قد كده، طبيعي إن هيبقى في فرق. إيه؟ بس بلاش ناخدها بالفقاقة، خلينا ناخدها بشكل مبسط شوية وواضح. السؤال ده ممكن يتقسم لحلقات كتير حقيقة، لكن هنجاوب في الأساس على جزئية معالج الرسوميات أو كارت الشاشة اللي سألت عليها الأول بسرعة، وهنعدي النقطة أهم بعدها وهي المعالجات المركزية أو البروسيسور. اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من كليك سؤال. ما تنسوش انكم تقدروا تبعتوا اسئلتكم في التعليقات هنا او على جروب الفيسبوك، وتكتبوا بعدها هاشتاج كليك سؤال، وهيتم الاجابه بالترتيب حسب اكتر الاسئله المطلوبه. يلا بينا. بالنسبه لمعالج الرسوميات، فقبل الجيل العاشر ومعماريه باسكال، الجيل العاشر ومعماريه باسكال دول كمان ايه، كمل معايا بس، كانت اجابه السؤال ده ممكن نقول ان الفرق كان بيتجاوز 15 و25%. لكن بعد المعماريه الجديده، وزي ما وضحنا في حلقه قبل كده، الموضوع اختلف جدا. اتفرج على الحلقه عشان تفهم انا قلت ايه. والفرق بقى اقل من 10% في اغلب الموديلات العاديه او الماكس كيو. الماكس كيو باختصار هي نسخه اضعف شويه من نسخه اللابات العاديه، لكن عشان يبقى اللاب انحف، المهم انه بحسبه بسيطه للموضوع كفريمات فقط، هنلاقيها لا تتجاوز 5 أو 6 فريم كمتوسط في الالعاب، والذي لا يعني شيء يعني. ايه واللي حقيقه بالنسبه للالعاب، ومقارنه بفكره ان جهازك معاك في ظهرك بتشيله بسهوله، فهي تستاهل وزياده. يعني من الاخر، في الالعاب وكروت الشاشه فتقدر تقول انها واحده ولا مش فرق كتير. لكن في المعالج المركزي او البروسيسور، الحسبه مختلفه شويه، لان في اكتر من موديل للبروسيسورات، منها الموفر للطاقه اللي بيجي بموديل يو، ومنها نسخ كسر السرعه، وغيرهم كتير، وهم فعلا كتير مع اختلاف الاجيال. لكن باختصار شديد، المعالجات المركزيه لسه في بينها وبين معالجات الاجهزه المحموله فجوه كبيره تصل الى المهوله في بعض الاحيان. مثال ده معالج i7-8550U، واللي يعتبر اكتر معالج منتشر في الاجهزه المحموله، وده ال 8700، واحد من اشهر المعالجات برضه في الجيل الثامن، النسخه العاديه مش الكي اللي هي مكسوره السرعه او قابله لكسر السرعه. وهنلاقي الفرق تقريبا 60%، وده رقم مهول. مثال تاني، ولكن ده في الاجهزه العاليه اللي بتيجي باسعار بدايه من 30,000 مصري تقريبا، ال 8750H مقارنه بال 8700K، هنلاقي الفرق حوالي 28-30%، وده رقم كبير جدا برضه حتى لو اقل من الاولاني. لكن منطقيا كده، معروف ان الهاردوير بتاع البي سي بحجمه الكبير وباستهلاكه الكهرباء الاعلى، اللي بيبقى مهم جدا في اللابات عشان يفضل حاجه للبطاريه، وعشان ما يضطرش يعمل 2 محول كهرباء زي ما حصل في اجهزه الايسر داتر 21X او الايسوس جي اكس 800 في. الخلاصه ان كروت الشاشه بعد جيل الباسكال بقت متقاربه جدا جدا، وشبه مفيش فرق. بالتالي لو استخدامك العاب او حاجه معتمده على كارت الشاشه اكتر، فالاجهزه المحموله او اللابات هي اختيار عظيم، واداؤه مقارب جدا او مساوي لاداء البي سي. لكن لو استخدامك مونتاج او ريندر او اي حاجه بتستخدم معالج الجهاز المركزي اكتر من معالج الرسوميات، فالاجهزه المكتبيه الافضل وبفارق كبير لحد دلوقتي. وادينا مستنيين الجيل اللي هيعمل الطفره ويساوي معالجات اللابات بالبي سي العادي زي ما عمل جيل الباسكال في انفيديا، وعسى يكون قريب. بس كده، ما تنساش تعمل لايك للحلقه وتكتب لنا تعليق تحت، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل جرس التنبيه. ايه ايه في سلام عليكم.